بس انا هموت واعرف مين ست الحسن والجمال دي اللي لفت عليه. تعال يا قمر خش برجلك اليمين. يا كوكي كل الناس بيحبوك الا امك وابوك. بس هو اللي يتحشى معاك. تعالي تعالي ما اعرفك على الجماعه. لا انا عارفاهم. حيت ايه هتقولي على اهلي؟ عارفاهم. دي الست هديه سيده المزاريطه الاولى. خدي بالك انا هبقى سيده المزاريطه الثانيه والاخيره. ولا ايه؟ هبقى الاخيره. تعرفيني؟ خبرك زين. انا بقى يا حبيبتي اللي جيت عملت التمثيليه هنا مع السيجوني. والله تصدقي بقى بسببي انا اخد جايزه كبيره قوي في بلاد بره. عقبالي الكبير لما ياخدوا الاوسكار. دي كانت غازيه يا حماتي ولما نطفت جبناها تعمل كومبارس. مين الاموز ده؟ شكلك مش غريبه عليا وليا. انت بتنزلي موالد؟ اخر اوردر رحتي فين؟ كان في سيدي ايه؟ انا كل علاقتي بالموالد اني باكل حلاوه فيها. ايه ده؟ الوليه دي فاهمه الحلاوه غلط. اقول لها احنا بنستعملها في ايه؟ بس يا وليه عادي اتحشى معاك. دمي لحد سمنتي. سمنتو مامتو حماتي انتي قبص. انتي عارفه انا هبقى تحت رجليكي. ده واجب. اصل امي الله يرحمها ويكحمها مطرح ما راحت قالت لي خدي بالك يا بيت الحما دي سوسه سم خابور كده يقعد لك طول حياتك. لازم تعمليها كويس. دعوتها ايه يا اختي احسن من دعوه الام. بسم الله عليكي يا حماتي. وانا اقول الاموره الحلوه طالعه بتقطع مين؟ بتقطع مامتها الحلوه يا ابا. بس يا وليه عاد عم بغير. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالي نقعد تعالي. لا بقول لك ايه؟ انا عايزه اعمر الطاسه. عندكم هنا جيم فريزن؟ جيم ايه؟ فريزن. عايزه ايه انت؟ يعني اصطلقت لي منه حته لحمه حته سمكايه فرخايه. طيب شوف المطبخ. لا ما تشرحليش انا هفضل عسعس لحد ما اوصل. بقولك ايه حاجه ابنك واقع مع اللي ما بترحمش ده انا هشهيصهولك. اوعى يا ولد. اروح اعمر الطاسه امك رقاصه. ربنا يفضحك.